يعني الراجل طلع مسخره. هو المصحف الشريف ما طلع ليه في حاجه، هو كلامه خلاص. بس انا بصراحه اللي خلعت. طب بقول لك ايه يا بت، ما تجيبه لنا. يلا يا مجنونه. مجنونه ليه؟ هاتوا لنا نتسلى بيه حبه بدل الغم اللي احنا فيه ده. يا لهوي، انت واضح ان النبويه وجابر هبلوكي على الاخر. احكي لي يا مرشد، احكي لي. الواد النحنوح ده فاكرني بنت هبله هيضحك عليها بكلمتين، فاكرني بمرياله. طب ما يمكن بيحبك بجد. حبك بورس يا بنت هيحبني على ايه؟ هو انا اذا تلاقي البنات حواليه قد كده احلى مني واحسن مني 100 مره ومتعلمين احسن مني، هيبص على واحده خدامه؟ ومالها بقى الخدام؟ الخدامه ده ملهاش يا حبيبتي، من ساعه ما بتوصل الشغل وهي بتنظف، يا تمسح التراب من على التماثيل، يا تمسح الارض، يا تستنى الهلم لما ترجع عشان تمسح تحت رجلها وتجيب لها الجزمه وتقلعها الشبشب. وكلكم بقى والاستاذ مرادكم تاني يقول نكته سخيفه لازم الخدامه تضحك، جوه في قلبها في ايه محدش دريان. يلا، هو ايه الغم اللي احنا فيه ده؟ انت مالك قلبتيها امينه رزق كده؟ ولا غم ولا نيله. انت يا بت عندك اغاني بيئه؟ اه عندي. ليه؟ نرقص. يا لهوي، نرقص بعد الغم اللي انت كنت عاملاه ده كله؟ اصل بيقول لك ايه بقى؟ ايه قولي؟ اصل الجسم ده عامل زي الغربال، تهزيه ينزل السم اللي فيه، وانا يا اختي معبيه. معبيه ولا لا يا بنت؟ معبيه ولا لا؟ معبيه يا اختي معبيه. استني. خرجي كل اللي جواكي، ارقصي ارقصي وتلوي من الضحك زي ما تلويتي 100 مرة من الحزن. ارقصي يا تميمة. سبتيني لوحدي ليه يا أمي؟ محتاجاكي، محتاجة تربي في حضنك. وحشتيني قوي يا أمي، وحشتيني قوي. الله يسامحك، الله يسامحك. يا ترى يا علي، هيبقى لك نصيب وتشتغلي شغلانه زي الناس، ولا مكتوب عليك الشقة طول عمرك؟ الفقر ذل وحوجه يكفيك شرها، وجوع وناس رابطه الحزام على بطنها. الفقر ذل وحوجه يكفيك شرها، وجوع وناس شد الحزام على بطنها. والعين بصيرة والإيد قصيرة، العين بصيرة والإيد قصيرة، يا مناس كتير الفقر كاسر نفسنا، يا مناس كتير الفقر كاسر نفسها. الفقر ذل وحوجة يكفيك شرها. الو، ايوه انا عليا. بجد؟ حاضر، انا تحت امرك. متشكره قوي، متشكره يا بنات. انا هشتغل شغل حلو يا بنت. اه هتشتغلي فين؟ لا بكره انا عارف كل حاجه هقول لكم. ما تقولي بقى. يعني ما بتتهمش اي حد؟ لا. انت متاكد ان محدش يعرف موضوع الفلوس ده خالص؟ مفيش غير الشيخ زياد. طيب تعالى معايا عشان نعمل محضر. والفلوس ده شقى عمري كله. قول يا رب. هو في ايه؟ مين اللي سرقنا؟ ومين عارف ان ابويا عنده فلوس البيت؟ وانا مالي يا اختي؟ ما تسالي ابوكي، هو اللي داير عمال يقول لكل الناس انه معاهم كنز
واحنا اللي عايشين معاه ما نعرفش عنه حاجه. لا وايه؟ مخلينا نلحس البلاط وناكل الزلط. لما هو معاه فلوس مقروطها علينا ليه؟ قافش علينا ليه؟ انت عارفه لو كان بحبح علينا شويه كان ربنا بحبح عليه. لكن اقول ايه؟ يستاهل احسن عشان هو عايشنا في الغم والام. روح يا خليل، الهي ما توعى ولا تستوعى. انا اسف يا شيخ زياد بس ده اجراء روتيني، وانت الوحيد اللي كنت عارف ان خليل معاه فلوس في البيت. والله والله يا شيخ زياد انا ما اتهمتك ولا قلت عليك كلمه وربنا شاهد، حتى اسال حضره الضابط. فعلا هو رفض ان احنا نستدعيك، بس زي ما قلت لك ده اجراء روتيني. خليل هقول لك على حاجه بس عايزك تتاكد منها بنفسك. موضوع الفلوس ده ما خرجش بره اهل بيتك. معلش لو كنت بقول لك حاجه زي كده، بس انا متاكد من الكلام ده. انا ممكن اكمل الاجراءات عادي، بس شايف انكم تحلوا الموضوع ودي بينكم وبين بعض احسن. وايه اللي خلى حضرتك تقول كده؟ شوف، محدش يعرف موضوع الفلوس ده بره اهل بيتك غير الشيخ زياد، والشقه مفتوحه بمفتاحها. الاهم بقى في علبه صغيره في الدولاب موجود فيها فرده حلق ذهب، يعني اللي سرق الفلوس ما قدرش يسرق فرده حلق الذهب دي. اه فرده الحلق بتاعت مراتي، الفردة التانية ودتها تتصلح. معاك حق، معاك حق. انت ايه حكايتك بقى؟ حكايتي ايه بس يا نون؟ مالك داخل قفش عليا كده؟ مالك انت ومال البت اللي ما تتسمى اللي اسمها تميمة؟ تموت تتحرق بجاز وسخ، انت مالك؟ لا انت عايز الرجالة تحط له عليا ايه؟ مش راجل؟ يبقى كل شباب الحتة واقفين وقفة رجالة، وانا اللي ازوغ ينفع؟ ومالك يا اخويا محروق عليها قوي كده؟ طب بقول لك ايه؟ احنا نأجل الكلام في الحكايه ديت عشان عندي مشوار. مشوار ايه بقى ان شاء الله؟ شغل. شغل؟ ومن امتى تشتغل يا اخوي؟ من امبارح. طب ايدك بقى على الفلوس اللي عليك. اه بقى قولي لي كده يعني. انت بقى بتعايريني بالكام مرتوش اللي اديتهم لي؟ اه انا قلت كده. بس لعلمك بقى انا كل اللي عملته ده عشان اعرف هتعملي ايه؟ اختبار يعني. اختبار؟ اه مش واحد لما يكون حاطط عينه على واحده يحطها تحت العين كده. ويراقبها لحد ما يعرف هي كويسه ولا اكسكيوز مي. ما هو انت بس اللي بتعصبني يا حسن. طب بقول لك ايه؟ انا اروح المشوار ده كده في السريع اخلص المصلحه واجي لك هوا يا عسل. ماشي يا لولو؟ اوعي تنامي، راجع لك. ها؟ ماشي يلا. باي باي يا عسل. السلعة ايش عليك يا جابر يا مدورها؟ وايه الكركبه دي كلها؟ في ايه؟ طب بتدور على ايه وانا اجيبهولك؟ طب قول لي عايز ايه؟ طب عايز حاجه من الثلاجه اعملها لك؟ في ايه؟ ايوه في ايه؟ ايوه اتجننت يا كريمه، اتجننت يا كريمه. بتسرقيني؟ خلاص عرفتني في عشتي، وكل ما اقولك ربنا هيكرمني وياك. مفيش فايده فيكي. خلاص
تسلقي القرشين اللي حليتنا عشان البنت الغلبانه اللي كنت ناوي بتجيب حاجه. خلاص بقى عرفتني في عيش. اطلعي بره يا بنت الثلج. اطلعي بره. اطلعي بره. بابا انت اللي مالي وطلع عمرك مالي ومعيشنا في البار. حرام عليك. لما انت مكنس كل الفلوس دي انت ما بتفكرش علينا ليه؟ اللي زيك اللي زيك مش عايش معايا. انت طالع بره. انت طالق طالق تدفوع عليكي. لا تدفوع عليكي. انا اللي استحملتك السنين دي كلها. استحملتك ليه؟ عشان خاطر البنت الغلبانه دي. عمري ما حسيتي بيا. انا جعان ولا عطشان مبسوط ولا زعلان؟ اطلعي بره بره. أنا يعني لقيتك بتقرأ يا أستاذ أمير قلت أعمل لك حاجة سخنة تشربها. عملت لك شاي ولا تحب تشرب قهوة؟ اقعدي يا تميمة. عايزة تقولي حاجة مش كده؟ يعني لو ما فيهاش إزعاج يعني. أنا كنت يعني عايزاك تعلمني ازاي الواحدة تعرف يعني تصون كرامتها وتاخد حقها؟ ولا الفقراء يعني والغلابة اللي زينا ما يعرفوش ياخدوا حقهم؟ بصراحة الدنيا صعبة وقاسية قوي، والواحد عشان يجيب حقه بيقعد يعافر مع الناس ويهاتي. محدش يعني سهل وقريب كده. كل واحد بيظلمك وبيبقى مش عايز يديك حقك. بس أنا بصراحة من ساعة معرفتك يا أستاذ أمير وانا حاسه ان انا يعني بقيت اقوى، ما بقتش ضعيفه، واعرف اجيب حقي. اتعلمت منك ان الواحد يفضل يجري ورا حقه لغايه ما يجيبه. شوفي يا تميمه، الحق حبيب الله زي ما بيقولوا، وعشان تاخدي حقك لازم تفهميه ولازم تتعلمي. ابسطها لك اكتر. انت عارفه هما بيعلموا الاطفال ازاي الكتابه؟ بيعلموا الاول القرايه، وعشان يعلموا القرايه لازم الاول يعرفوا شكل الحرف. فلازم تعرفي عشان تتعلمي، ولما تتعلمي هتعرفي تجيبي حقك من عين التخين. فاهمه؟ الصراحه يعني هو كلام كبير قوي يعني، بس كلام حلو وبيديني امل كده. هو ليه الناس مش كويسه زيك كده يا استاذ امير؟ مش لازم الناس كلها تبقى كويسه زي يا استاذ امير. يا تميمه ممكن تتعلمي من الناس اللي هم وحشين قوي في حياتك اكتر من الناس الكويسين. فاهماني؟ يعني ايوه فاهمه. كلام حلو برضه وكلام كبير. أهم حاجة أنا فاهماها دلوقتي إن جابر والولية العقربة اللي هو متجوزها دي ما يقدروش عليا، وإن أنا أقدر آخد منهم حقي تالت ومتلم. إن شاء الله تجيبي حقك. يا سلام يا رب. يا سلام يا رب. الحقني يا شيخ زياد، الحقني. إيه في إيه؟ أنا كويسة يا خليل كويس. الراجل اتحمل وطلعني. بعد ما عشت معاها حلوة أول مرة. حلوة؟ ده أنا ما شفتش معاه يوم حلو، ده كله مر. بعد ما استحملته يعمل فيها كده، يطردني ويرميني. طب بس اهدى يا ست كريم، ما هو مش معقول برضه الراجل هيطردك كده أهو من غير سبب. وغلاوتك أنت من غير سبب، من باب للطاق كده. يا ولية، في حاجة اسمها من باب للطاق كده؟ على رأي المثل، إذا تعرف السبب بطل العجب. أعمل إيه بس يا ناس؟ أروح فين وأجي منين؟ عشان خاطري يا شيخ زياد. روح كلمه. سرق عليك النبي يا راجل، تروح تكلمه. حاضر حاضر، اهدي بس انت يا ست كريم. خش انت خش. اتفضل. تعالى يا امير، تعالى نشوف الراجل خلص ولا لا. يلا يلا. قولي لي بقى عملت ايه بالظبط؟ خرابي. هو نام؟ اه. طب تعالي تعالي يلا اقعدي.
ايه رايك؟ البس ده ولا ده ولا اقول لك ده احسن مش كده؟ بس الهدوم دي شكلها غالي قوي. دي ماركه يا بنتي، امال ايه؟ انا من هنا ورايح لازم البس من انضف المحلات. انا وضعي دلوقتي ما يسمحليش ان انا البس الهلاهيل اللي كنت بلبسها دي. ايه شكلك عايزه تقولي حاجه؟ يا سلمى انت متاكده ان الشغلانه دي كويسه وهتعوضك عن كل اللي صرفتيه ده؟ شفتي بقى ازاي انت طيبه زياده عن اللزوم. انا بعت الذهب بكام؟ بعته ب 7000 جنيه عشان اكسب شغلانه مرتبها 2000 جنيه في الشهر. مش ده النهائي، انا لو عملت شغل كويس هكسب اكتر من كده كمان بكتير. جليله يا حبيبتي، احنا ملناش غير بعض. انا اختك حبيبتك، اوعي تفتكري ان انا بعمل كده عشان اعاديكي. لا، انا كنت بعمل كده عشان عارفه انك مش هتصدقيني ومش هتوافقي على اللي انا بعمله. هقول لك، قومي يا حبيبتي البسي ده، والله هيبقى حلو عليكي. قيسيه. لا لا لا، ايه؟ قومي قيسي يلا. كنت بطفح الدم كل يوم الصبح لحد الليل عشان اجيب لقمه العيش، ما كنتش بستحمل عليهم الهوا الطاير. كانت لما تكح هي ولا البنت اجري على المستشفيات والدكاتره. صحيح مش الدكاتره الكبار، بس على قد اللي في ايدي. بقالي سنين ما اشتريش لنفسي قميص ولا حتى شراب، وبسمع كلام زي السم وتصرفات تقرف ونجد بالليل وبالنهار، وبكتم جوايا واقول يا ولاد معلش العيشه صعبه. عندها حق برضه يا خليل، ما كانش صح انك تسيبها تنزل في وقت زي ده. انت غلطان. فعلا غلطان، بس اعصابي فلتت مني. اقول لك، لو عايزه تيجي البيت تيجي، بس انا مش هكون موجود. تعيش فيه هي والبنت، انا ما عنديش مشكله، هقدر اتصرف. قول لها ترجع وانا متكفل بكل حاجه برضه. ترجع البيت ماشي يا عم خليل، لانها ست وما اعتقدش ان لها مكان تاني غير هنا. لكن لازم تعرف انها غلطت، وغلطت جامد قوي كمان. فيها مين؟ انت جاي تهدي النفوس ولا جاي تشعللها؟ يا حاج، اللي تسرق جوزها ما ينفعش تعيش معاها اصلا. احنا ليه بنحاول نجمل الامور ونصلحها مع انها ما ينفعش تتصلح؟ اقسم بالله انا لو مكان عم خليل ما ينفعش اعيش معاها ثانيه واحده، لا امنها على نفسي ولا على مالي ولا حتى شرفي. انا امي ما سرقتش حاجه، انا اللي خدت الفلوس. اول ما شفت الفلوس ما قدرتش اصبر، وبعدين كل شويه كنت بطلب من ابويا حاجات ويأجلها ويقول لي بعدين، وكده انا ما سرقتش. دي فلوس ابويا. قول لها ترجع يا شيخ زياد، انا اعرف اربي قال ازاي. انا غلطت وظلمت كريمه. اقول لك، انا جاي معاك عشان نرجعها. طب يلا يلا خليل، يلا امين. يلا حاج، بسم الله الرحمن الرحيم. بيكي ايه يا هبلة؟ الواد تلاقيه مش لاطم مع حد وعايز يتسلم مع اي واحدة، فوقعتي في دماغه. روح نام يا بت، روح نام يا هبلة. معجب بيكي ايه؟ مش عاوز اسمع منك ولا كلمه. ورب الكعبه انا ما رجعتك الا عشان خاطر الغلبانه دي، عشان الناس ما يقولوش عليها امها حراميه سرقت مال ابوها، عشان راسها تبقى مرفوعه لفوق قدام الناس. من النهارده انت في حالك وانا في حالي، مفيش كلام بيننا خالص، ولا لسانك يجي على لساني لحد يوم الدين. ويمكن ربنا يكرمني واموت وارتخي منك. النبي ما بتقول كده، بعد الشر عنك ان شاء الله. انا
بقول لك يا ستي، انا متاكد 1000000% ان كريمه هي اللي سرقته. انا مش عارف ازاي يرجعها. ما هو اي حد هيسرق كده ويعدي بسرقته الدنيا هتخرب هتبوظ. اصلك انت لسه ما خلفتش. خليل خاف على هاله بنته عروسه. الناس هتقول ايه؟ هتقول ان امها حراميه والناس ما تصدق. يقولك على راي المثل اقفل قدر على فمها تطلع البت لامها. يا حبيبتي ما هو ده مش منطق خالص. وهو من المنطق ان ابوك يقعدني معاه بعد بنتي ما ماتت وانا كنت مطلعه روحه في حياه بنتي. بص يا امير، الدنيا مش ورقه وقلم، الدنيا حاجات كتير قوي. الدنيا دايما تحطك في اختبار وتشوف هتعمل ايه. هتفضل نفسك ولا هتفضل غيرك على حساب نفسك. بص يا واد يا امير، انت تبطل تقعد مع البت تميمه لوحدكم. جرايه توحى، دي دماغك راحت لفين بالظبط؟ ولا راحت ولا جت. انا يعني ما احبش ان انا احط البنزين جنب النار واقول مش هيولع. لا هيولع وهيولع في الدنيا كلها. وربنا قال لك خد بالك، وانا بقول لك اهو خد بالك ان انا واخده بالي قوي. حاضر، تحت امرك. يلا قوم اتفسح. حاضر، ربنا يخليك لينا يا رب. ربنا يسترها معاك دنيا واخره. ادخل. انا لقيت النور قايد وانت قاعد بتقرا، قلت اعمل لك حاجه سخنه تشربها. شكرا يا تميم. ها، عايزه حاجه؟ كنت عايزه اتكلم معاك في حاجه. يعني قولي. بصراحه بقى انا خايفه عليك انت والشيخ زياد من جابر. جابر كل ما عارفه صيع وبلطجيه ومجرمين، وانا خايفه يعني اذيكم. ولا يعرف يعمل اي حاجه اللي اسمه جابر ده. لو كان يقدر يعمل حاجه كان عملها. ما تخافيش لا عليا ولا على ابويا تميم. في حاجه تاني؟ انا عايزاك تقف جنبي يا استاذ امير وما تسيبنيش. بس يعني قعدتي هنا يعني واكله شاربه نايمه كده كل يوم يعني. ايه يا بنتي الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ انت عارفه ستي فتحي لو سمعت الكلام اللي انت بتقوليه ده هتعمل فيك ايه؟ هتقطعك. اوعي تقولي الكلام ده تاني. ايوه يعني بس الواحد لازم يبقى حساس. يا بنتي انا مش عارف ليه الناس مستغربه لما حد يقف جنب حد الناس بتستغرب. ده العادي، ده الطبيعي. اي حد محتاج جاره ومحتاج صاحبه ومحتاج قريبه لازم نقف جنب بعض. ده العادي، ده الطبيعي. عادي ايه بس يا استاذ امير؟ ده الناس بتنهش في بعض وبتاكل في بعضيها. ما تخافيش يا تميمه، انا مش هسيبك لحد ما تاخدي حقك تالت ومتلت من اللي اسمه جابر وانا بوايا مراته. اتفقنا؟ ربنا يكرمك يا رب يا استاذ امير، ويفتحها في وشك دنيا واخره يا رب، وينجحك ويديك كل اللي بتتمناه. شكرا يا تميم، اتفضلي. طيب انا يعني هخش انام وانا يعني نومي خفيف، لو عوزت مني حاجه اندهلي. حاضر، اتفضلي. ربنا يكرمك ويهدي لك الحال يا امير. صباح الخير يا فندم. انا عليا مختار، انتوا اتصلتوا بيا؟ افتكرت، بس الحقيقه عبد العزيز بيه لسه ما جاش. امال اتصلتوا بيا ليه؟ حضرتك ما اعرفش، عبد العزيز بيه هو اللي قال لي اتصلي بيها. بعتيها على مكتبك. حاضر. عيون النهارده ما تخلوش. اتفضلي.
انا هقابله يعني هقابله، ايه رايك بقى؟ انت اتجننتي ولا ايه؟ انت فاكره ان مش سهل حد يقابل الناس دي؟ انت لازم تاخدي ميعاد ويقول له اه يقول له لا يا اختي. انا متاكده انه مش هيقول لا. كان لازم تقولي لي ان جاي هلا. انا كلمتك اكتر من مره علشان تقول له ان انا اشتغل عنده وانت اللي مش راضي. طب امشي امشي دلوقتي ونتكلم بعدين. على فكره لو فضلت تقول لي امشي امشي دي انا هقف استناه بره وانا اللي هتكلم معاه. جرايه بت انت هتعنديني ولا ايه؟ لا يا سلام الموضوع مش كده، بس انت عارف ان الحاله زي الزفت، هو انا كل ما اشوفك لازم اقول لك الكلمتين دول؟ استغفر الله العظيم يا رب. انت بس اتكلم معاه وقول له ان انا عايز اشتغل وهو هيوافق على طول ان شاء الله. اشتغل عنده في البيت؟ لا في البيت لا. ليه لا؟ مش انا وانت متفقين ان انا هسيب الشغل اول ما نتجوز وانا بشتغل عشان اجهز نفسي؟ يا سلامه يا ستي، وانا عايز منك تجهزي نفسك، انا عايزك بهدومك اللي عليكي دي. ما ينفعش، ما انت عارف ابويا وطبعه مش هيرضى طبعا. كلمه بقى عشان خاطري. يلا مفيش مشكله خالص يا ميرا، يعمل اللي هو عايزه. ايوه يعينها في اي مكان زي ما هو عاوز براحته. ماشي اوكي يلا سلام. سلام. العربيه فيها حاجه؟ لا باشا العربيه زي الفل. انا بس يعني كنت عايز اقول لحضرتك يعني موضوع كده. ايه في ايه؟ قول. العربيه جاهزه يا باشا، تحب تتحرك؟ طيب خلاص روح وانا هفطر وميك. اتفضل. ماشي انا واصل. ميرا قالت لي انك حلوه قوي. ده من ذوقها. انت صوتك مش غريب عليا. اصل انا كنت افتكرت انت بنت الست الغلبانه اللي بابا دفع لها فلوس المستشفى. انا بنت الست الغلبانه. وعايزه توظفي عندنا هنا في الشركه لو ممكن. بس مش محتاجين موظفين هنا. انا ما قلتلكيش تمشي. ممكن امشي؟ سوى انا يعني في بالي كده وظيفه تانية لو حبيت، يعني مش هتبقى مستمره لحد ما الاقي لك حاجه كويسه هنا. انت مؤهلاتك ايه؟ انا معايا معهد فني تجاري. كويس بسوي. احنا بصراحه يعني محتاجين حد يكون امين قوي في البيت. خدامه يعني؟ خدامه؟ خدامه؟ لا لا طبعا. سوري سوري يعني الوظيفه دي بيسموها بره مديره منزل، بيعملوا لها معاهد وكليات وجامعات، واللي تشتغل الشغلانه دي لازم تبقى عندها خبره وتعلمها واخده كورسات كمان. انا سمعت عن الحكايه دي بس يعني. يعني ايه؟ مش فاهم يعني ايه؟ انت بتكبري على الشغل ولا ايه؟ احنا محتاجين موظفه وانت محتاجه. بعدين انا هعتبرك السكرتيره بتاعتي في البيت. ان شاء الله مرتبك هيبقى كويس. قلتي ايه؟ بصي عشان ما تتوهميش يعني تتخيلي حاجه مش هتحصل. المرتب هيبقى تقريبا 2000 جنيه. مش كتير بس ممكن يزيد لما تجي هنا الشركه. يعني انت شغلك في الفيلا هيبقى مرحله. انا موافق. كويس. برضه فكري. والله يا باشا البت هلا دي بت جدعه وامينه، وبعدين دي بت حتتي يعني اضمنها برقبتي. محمد كان قال لي مره انه عاوز حد يساعده في المطبخ. ابقى اساله، لو لسه عاوز حد ابقى هاته. ربنا يخليك لينا يا باشا، طول عمرك صاحب واجب. ايه الكلام ده يا باشا؟ يعني الواحد ده مؤاخذة ما عرفش يرب مراته؟ يعني سمع على حل شعرها عشان الحكومه تستريح؟ مش عايز وجع دماغ، ضربتها ولا لا؟ يا باشا يا باشا دي بنت ملعب وماشي على حل شعرها زي ما هو بيقول لك كده. وبعدين حضرتك كده روحي وصل الحاره واسالهم هيقولوا لك، هم هيكذبوا
عليك يعني؟ هنروح وهنسأل. انت بتقول ايه بقى في البلاغ اللي مقدماه ضدك؟ كده والنعمه يا باشا كده. انا عمري ما مديت ايدي على حد وعايز بما يرضي الله. انا باشا بعملها دايما بالنصيحه، بس هي لا مؤاخذه اللي راكبه دماغها. طب يرضيك يا باشا يعني، يرضيك يا باشا تسيب البيت وتروح تقعد عند ناس غريبه ما نعرفهمش؟ يرضي ربنا يا باشا. خد يا ابني على الحجز. حجز ده ظلم يا باشا والله. ما هو ده باشا اللي هيخلي الحريم بقى ما اعرفش يلمها. يعني الراجل اللي لما مراته يتحبس يا باشا؟ ايه البلد دي؟ ايه البلد دي اللي ما فيش راجل؟ وانت بتعملي ايه؟ مش طالعه بره؟ امشي. حاضر يا باشا، حاضر. سلمى بقى يا سيدي السكرتيره الجديده، وانا متاكد انها هتبقى اهم مني ومنك في الشركه دي. يا ريت يا ايهاب، يسمع من بوقك ربنا. انت عارفه احنا جبنا كام سكرتيره هنا قبلك؟ يا عم عمر ما تخوفهاش من اولها بقى. ابدا والله، انا بس عايزه تعرف ان وضعها في الشركه هنا مهم جدا، وان السكرتيره الشاطره هي اللي بتدير الشركه كلها وبتبقى اليد العليا فيها. وانا تحت امرك، وان شاء الله اكون عند حسن ظنك. ان شاء الله. انت عارف بقى يا عمر ان انا ان شاء الله مسافر بكره الصين. انا عندي حاجات كتير قوي لازم اخلصها هناك. طب والبنك؟ نأجل؟ لا ما ينفعش، انت عارف ان ده ميعاد مهم جدا. ايه يا سي عمر؟ وانا ما ينفعش اكون هنا وهناك في وقت واحد. هقول لك، انا هعمل توكيل لسلمى وهي تبقى مكاني. توكيل؟ هي سلمى تعرف ايه عن طبيعه شغلنا عشان تعمل لها توكيل؟ انا واثق فيها يا عمر، واثق فيها جدا كمان. طب قول لي ايه المطلوب مني بالظبط وانا اعمله لك على طول. انا يا ستي عندي معاملات بنكيه لازم اعملها بكره، ولازم بكره اكون في البنك علشان امضي شويه اوراق كده، وفي نفس الوقت عندي طياره مسافر الصين، ولو ما سافرتش عندي توكيل كبير قوي هنخسره هناك. طب ايه المطلوب مني؟ المطلوب منك ان انا هعمل لك توكيل بمقتضاه تكوني مكاني في كل حاجه، وانا لما هرجع هبقى اظبط بقى بقيه الاوراق. ماشي؟ ماشي، ما عنديش مشكله خالص. شفت؟ مش قلت لك هتبقى اهم مني ومنك؟ خلاص يا سلمى، روحي انت دلوقتي على مكتبك. عن اذنكم. اتفضلي. قولي لي الاول بس ايه الحلاوه دي؟ ده احنا اتطورنا قوي، كل يوم بنزيد حلاوه عن اليوم اللي قبله. ربنا يخليك. انت مش هتبطل الحركات بتاعتك دي؟ مش قلت لك يا بيبي تستناني على مركب العربيه واجي معاك؟ ليلى اعملي لي القهوه بسرعه. حاضر. طبعا، ما انت جاي هنا عشان تشرب القهوه من الايدي الناعمه. جرايه موز، ما تتبطي شويه. الله، ايوه حلوه قوي، حلوه قوي الخناقه دي. أنا عايزكم بقى تتخانقوا زي ستات الشلق وتشقلطوا على الأرض كده. أنا أحب أتفرج على الحاجات دي قوي. مراد بيه، هو حضرتك شارب حاجة لا سمح الله يعني وأنت جاي؟ أنا؟ بالعكس، ده أنا فايق جدا. أنا بس قررت أستمتع وأعيش حياتي. بيني وبينك منى كانت كاتمة على نفسي قوي. الله الله على ضحكتك. بقول لك يا ليلى، ما تيجي تسهري معانا النهارده؟ وبعدين بقى، انت مش قلت لي يا مرمر انك عاوز تقعد معايا لوحدي عشان تحكي لي قصه الاسره الثالثه؟ الله، وماله يا جيجي؟ هي ليلى ملهاش نفس ولا ايه؟ بالعكس بقى، ده انا عايزها عشان احكي لها حكايه الاسرات من الاول. بقول لحضرتك ايه يعني، ولا مؤاخذه كده يعني، اما التاني مالكش في النسوان، ما تخليك في مدام منى يعني، اكرم لك كده. انت فاهمه غلط، فاهمه غلط قوي. لعلمك بقى، انا راجل مية مية، بس ما احبش الحرام، واحب لما اعمل حاجه اعملها مظبوطه قوي. يعني انا اليومين دول مثلا عايز استمتع شويه، اعيش حياتي، افرفش. لعلمك، اللي جرب مراد عمره ما ينسى ابدا. مراد بيه، وحشني جدا. يلا يا كذاب، لو وحشك صحيح كنت سالت عليا. معلش، انا فعلا ندل. لا لا لا، انت شكلك كده مش ندل مع كل الناس، شكلك ندل مع ناس.
اعمل لك قهوه استاذ حسام؟ لا شكرا. ليلى بقول لك ايه؟ عايزك تقولي لي اه ولا لا. ها ماشي يلا يا جوش. يلا يا مار مار. هو ايه اه ولا لا؟ انت مالك؟ احنا من صحاب. عايز نعدي عليه في البيت؟ ايه؟ لا 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 ما تفهمش غلط. لا انا مش فاهم غلط ولا حاجه. انت حد عاقل وذكي وعارف كويس الصح من الغلط. بقول لك ايه، انت مش عندك ساعه غدا؟ اه. طب ما تيجي نتغدى سوا. لا معلش مش عايزه اتعبك معايا، انا بجيب غدايا واقعد اكل هنا. طب لو قلت لك انا اللي اعزمك؟ بس يعني في مكان عام ومطعم يعني، ما تقلقيش. ماشي. موافقة؟ موافقة. طيب انت حمستني بقى، اقول لك تاني حاجة. اتفضلي. دي ايه دي ليه يا قلب؟ اه ليك انت. بمناسبة ايه؟ كل سنة وانت طيبة، النهاردة عيد ميلادك. انت عرفت ازاي؟ تنسيتي ان انا اللي وديتك لادهم صاحبي اللي في السجل المدني عشان يعمل البطاقه وشهاده الملك كانت معايا؟ اه صحيح افتكرت، كنت ناسيه خالص. شكرا قوي، ربنا يخليك ليا. وبعد مليون سنه. طيب انا هعد عليك وقت الغدا. ماشي. باي باي. خدامة يا علي، اوعي توافقي. انت كده احسن. يعني احسن في ايه؟ ما انت كده كده بتبوسي الايدين والرجلين كمان. مش احسن من الاشكال اللي بتتعاملي معاها؟ مش احسن من ساميه مروحه واشكالها؟ يا رب. انا مش عايزه غير اني ما احتاجش لحد. مش عايزه في يوم من الايام همد ايدي لحد. يا رب اديني على قد ما انا محتاجه، لا اكتر ولا اقل. يا رب ما تضحكنيش لحد ابدا ولا تحرج حد ليا. يا رب اديني على قد علاج امي وعلى قد اللقمه اللي انا هاكلها. الو؟ ايوه استاذ سمير. شغلك هتستلميه من بكره، اوعي تاخري. انا ما بحبش اللي اثق فيه. حاضر حاضر. الله عليكي كده، انا احبك. انا بس كنت بجربه. يا حبيبتي جربي، انا وانتي ممكن نعمل اللي محدش عمله، ممكن نقلب الدنيا دي كلها. انتي جميله وجميله قوي، وده اهم مؤهل عشان تشتغلي في شركه زي اللي انا فيها بالظبط. بس فتحي مش هيرضى. فتحي مين؟ هو كان اشتراكي يا حبيبتي، ما تعيشي بقى. تعرفي انا النهارده بقيت ايه بالظبط؟ ايه؟ بقيت انا صاحب الشركه زي بعض بالظبط. عمل لي توكيل عشان هو مسافر، عشان اباشر اعمال الشركه وهو مش موجود. يعني انا بقيت رقم واحد في الشركه دي، وانا بصراحه كده مش ناويه اسيبه يطلع من ايدي. تعرفي في واحد صاحبه كده زي القمر اسمه عمر، مش عارفه بصراحه هو شريكه او بيشتغل معاه، بس انا ممكن اقول له ان انا عندي واحده احسن مني، وانها بصراحه بتشتغل شغل بعشره زيي. ايه رايك؟ انا مش فاهم انت ليه قاعده متكدره وخايفه كده؟ هو انا خاطفك ولا متكدره ولا خايفه؟ واحنا اول مره ننزل مع بعض. لا
انا بس يعني في سؤال كده محيرني. وانت عايز ايه بالظبط؟ عايزك تبقي كويسة. ايوه ليه بقى عايزني ابقى كويسة؟ ايه السبب؟ والله من غير ليه مش لازم يكون في سبب. لا لازم يكون في سبب، لانه اليومين دول مفيش حد بيساعد حد غير لما بيبقى من وراه غرض. انت غرضك ايه؟ متخافيش يا ليلى مش هشربك حاجة أصفرة. شربني حاجة أصفرة؟ ده أنا أشرب 10 زيك حاجة أصفرة. عشان كده أنا مش خايف عليك، واثق إن محدش هيقدر يضحك عليك عشان أنت ذكية. تحيرنيش بقى. ليلى بجد زي ما قلت لك أنا شايفك حد كويس. وممكن تكوني حد مهم، صدقيني. وبعدين؟ بعدين دي أنت اللي هتحدديها. لأن أنا قررت أساعدك وما تسأليش ليه. انت بتفرقي يا منى، اقل ايه منها بجد. انت ممكن يكون عندك الجالر بتاعك انت. منين وانا حلتي حاجه؟ الفلوس مش كل حاجه، اهم حاجه ده. حطي في دماغك ان انت في خلال سنه او سنتين يبقى عندك الجالر بتاعك، ويبقى اهم جالر في مصر. بجد وافق يا سلامه؟ انا موافق. وانا مش موافق. ليه بس؟ ما انت عارف ان انا بعرف اطبخ كويس. وبعدين احنا مش اتفقنا ان انا هقعد اشتغل هناك لحد ما اجهز نفسي علشان نتجوز؟ بعدين كده كده هبقى تحت عينيك. وافق بقى يا بت. يا بت انت بقى اكبر من كده، انا مستقترك على الشغلانه دي. والنبي عشان خاطر يا سلامه، عشان خاطر. طب افكر. فكرت انت موافق. موافق، قول ان انت موافق عشان خاطر. يا بت بطلي زن. ايه الزن اللي انت كده؟ النبي بقى، انا جاي اقعد اسمع النكد ده ولا جاي عشان نقعد نفضفض ونحكي سوا؟ اصل انا متضايقه قوي يا تميمه، كنت فاكره ان ربنا تاب عليا بقى خلاص وهتوظف. طب ما اديكي اتوظفتي اهو، وهتاخدي 2000 جنيه في الشهر. يعني اتوظفتي وخلاص، مش بدل الخدمه في البيوت واللف هنا وهنا. والله عندك حق، لا كده نافع ولا كده نافع. بس انت قلتي كلمه حكمه، احنا بنحب النكد. نكد؟ هو انت شفتي نكد؟ تعالي شوفي النكد اللي على اصوله وانا عايشه مع جابر والمعفنه اللي هو انيها دي. قولي لي صحيح، انت عامله ايه مع الحاجه فتحيه؟ كويسين معاكي؟ قال لك كويسين يا عاليه، دول احسن ناس في الدنيا والنبي. ولا الاستاذ امين ايه؟ قمر قمر. ايه بت انت بتبصبصي له؟ ابصبص له وماله؟ اهو الواحده حتى تبقى شافت صنف رجاله كده حلو وجميل، مش العفنه اللي انا عايشه معاها. طب تصدقي يا بنتي عاليه، الاستاذ امير ده بيشف ويرف كده من النظافه، ولا سنانه سنانه بيضة ونظيفة. انت عارفة ده بيعمل سنانه بالفرشة مرة الصبح ومرة بالليل. وبتتعملي ايه بسنانه يا خايبة انت؟ اللي هعمل ايه؟ اسكتي يا عالية، الدنيا عند الناس دي واسعة وحلوة وبراح كده، فيها امل. شيخ زياد يا سلام على طيبته، وحاجة فتحية هي ضقرومة شوية بس مفيش اطيب منها ولا احن منها. ولا الاستاذ امير، يا حلاوتك يا استاذ امير. انما قولي لي يا علي، هو يعني استاذ امير ده ممكن يتجوز واحده كده من الحاره؟ وانا مش عرفني يتجوز من بره الحاره ولا من جوه الحاره، هو حر. صح، هو حر يتجوز زي ما هو عايز، ده يتجوز احلى واحسن واحده في العالم. يا بخت اللي هتتجوزه. يا ليلى 100 مره اتصل بيكي عشان تيجي. معلش حضرتك، انا اسفه حياتك، عارف ظروفي. وبعدين انا بصراحه بقى ماليش في جو السهر والحاجات دي يا مراد بيه. مراد بيه ايه بس؟ انت خليتي فيها مراد بيه. وبعدين بصراحه بقى مراد بيه دي دمها تقيل. انا عايزك تقولي لي يا مراد، ولا اقول لك؟ قولي لي يا مرمر. الله، ضحكتك حلوه قوي. مرمر ايه بس حضرتك؟ معلش بقى، كفايه على حضرتك السنيوره. وانت خسرانه ايه يا بنت؟ تعالي هنهيص سوا شويه. طب عليا الطلاق من منى، لا تيجي معايا. ايه رايك بقى؟ انا عايزك تيجي معايا، عايز ادخل المكان كده وانا معايا اجمل موزتين في الدنيا. موزتين؟ خليهم يحسدوني. يا حسره، هيحسدوا حضرتك على ايه بس؟ تعالي تعالي بس. لا لا، تعالي تعالي يا مراد. ايه رايك بقى في الفستان ده؟ هيبقى حلو عليكي قوي. ده فستان ولا قميص نوم؟ فستان طبعا. استنى انا بقى، انت بره يا بيبي. لازم يعني؟
زهقت بقى. وانت خسرانه ايه يا بت؟ انا عايزه اروح. ما تخافيش، زي ما بقول لك وزي ما هو قال لك، هو عاوز يتبسط وبس. وانا مش جايه ابسطه، انا بعمل كل ده عشان احافظ على لقمه عيشي. هيديكي قد اللي بتاخديه في الجاليري مليون مره. انت عارفه خروجه زي دي انا واخده فيها قد ايه؟ قد ايه؟ 2000 جنيه. يخرب بيتك ليه؟ بتشتغلي في الفعل؟ فعل ايه يا بت؟ هي سهره وهتعدي، هتخسري ايه يعني؟ لا ولو. ليلي ليلي، يا سلام يا باشا، يا سلام. بص صباح، انتوا اللي تحسدوا والله العظيم بجد، عصافير كناريه والله العظيم. يا باشا انت حظك نار صباح، ربنا يعني يكرمك. حلو يا سلام يا سلام والله العظيم. ربنا يسعدكم دايما كده على طول، وفي ضحك دايما يا باشا. الايق عليك والله يا باشا، زي ما كل واحدتنا اسهل في المصنع على طول. والله العظيم. اه يا دوحة. مراد بيه حبيبي الكل. ايه البروجرام ايه النهارده؟ طيبين قوي انتوا يا باشا والله. انا عايز حاجه جديده النهارده. من عينيا. في حاجه؟ بس ثانيه وراجعه لكم. ايه في ايه؟ ايه اللي جابك هنا يا بنت؟ انت ايه اللي جابك انت اللي هنا؟ وانت مالك انت؟ ان شاء الله كوبا بيع بانجو. يلا امشي من هنا بدل ما اكسر لك دماغك، احسبي معاكي بعدين. ها؟ في ايه يا ابني انت؟ انت جننت؟ ازاي تمسكها بالشكل ده؟ مش فاهم انا، ايه يا ساميه؟ انتوا مستواكم نزل الدرجات دي؟ مش عارفين تعلموا العيال دي ازاي تعامل الناس باحترام؟ معلش معلش يا مراد بيه، اصل حسني جار ليلى في الحاره. جار هناك في الحاره مش هنا. هنا هي معايا انا. ولما تعوز تتكلم معاها تتكلم معايا انا، انت فاهم؟ حاجه غريبه جدا والله، مش هتعلمه ابدا. خد عشان تعرف تعامل الناس كويس. عليا النعمه شرح اللي خلفوك هنا ولا يهمني اي حد. على فكره بقى، دي بنت حتتي، واللي عايز يكلمها يكلمني انا، واذا جت هي صايعه انا بقى اللي علمها الادب. ورايا يا بنت ورايا. تعال تعال تعال. معلش معلش يا مراد بيه، معلش حقك عليا. حلو بجد، حلو قوي، انا مبسوط. شفت يا جوجو؟ شفت يا مرمى؟ طب ما تسمعونا حاجه بقى، سمعونا حاجه يا سمسم. عيني عيني. تعالي بقول لك. ايدك انت مركبت يوم على ايدك. انت تستهبلي؟ ايه اللي جايبك المكان ده اصلا؟ حسني يا حسني. استنى. ايه يا حسني؟ اللي انت عملته ده غلط. والنبي اسكتي والنبي، روحي غوي على الزبون. يلا روح. اهوي على الزبون؟ هاتي. ماشي يا حسني، البسي دي. امسكي. يعني ابو دي اشكال. البسي يا بنتي. البسي بقى، عايز تخش الحاره كده. ده انا لو متجوز واحده مش هلبسها اللبس ده في اوضه النوم. واتمن اهلك. عشان تفوقي يا بنت. انت بنت حتتي اللي انا متربي فيها، ابوك حبيبي ومربيني. صحيح انا صايع وواطي، بس معايا اللي حتتي اللي ربوني وكلت معاهم عيش وملح. لا انا ما عملتش حاجه غلط. لا كلك على بعضك بلبسك كده غلط في غلط. وبعدين هنا تعال، انت مش بتشتغل يا بنت وبتقبض عشان حلوين؟ ما هو الراجل اللي انا كنت داخله معاه صاحب الشغل. يا سلام، صاحب الشغل ده بقى بتشتغلي معاه ولا بتشتغلي ايه؟ لا طبعا، انا اول مره اجي هنا. والراجل اللي انت شايفه قدامك ده اخره كلامه بس. ثم ان انت ايه اللي جايبك هنا؟ ها بقيت تشتغل مروحه انت الاخر ولا ايه؟ عندك حق، انا كمان بقيت مروحه زي سامي، بس ما رضاش انك تخش مكان زي ده ولا حد يشوفك فيه. ده مش عشان انا انضف منك يعني، ولا واد مؤدب وماشي في السليم. لا، عشان لو اتوسختي محدش هيصدق انك نضفتي. يا بنت انت فهمي، انت لما بتقعدي مع صحاباتك كده وتجيبوا سيره النسوان وسيره البنات، اول حد بتيجي سيرته اكيد ساميه. بتقولوا عليها ايه بقى؟ عارفه بتقول عليها ايه؟ اه ده بقى اللي انا مش عايزه، مش عايز حد يتكلم عليك كده يا بنت. طب احنا مش هنروح؟ هنروح يا بنت. انا ضربتك كده بس عشان خايف عليك. يقولك كده ما كنتش بنيت عليك خالص. أنا عارف إنك طيبة ومش فاهمة حاجة، ولو عارف إن أنت شمال
وماشيه في السكه البطاله والله ما اعبرك ولا افتح بقي. ماشي يا عم، مقبوله منك، بس ورحمه امي القلم ده هرده لك. ماشي يا ست، وانا وشي كله تحت امرك، بس ما تعملهاش تاني. نروح بقى. تاكسي. تعال تعال. خليل، انا مش عارفه انت واخد جنبي مني ليه؟ مش البت قالت لك هي اللي اخذت الحاجات؟ كمان كمان عاوزه تثبتي الحكايه على البنت؟ مفيش فايده فيكي، ده بدل ما تتوبي وتستغفري ربنا على العامله السودة اللي عملتيها. انا ما عملتش حاجه. انت انا اللي ايه؟ انا من امبارح عمال اكلم نفسي، ازاي استحملتك العمر ده كله؟ ليه وعشان ايه؟ يعني انا ما كانش فيها حاجه حلوه خالص؟ لا، انت اللي شايفه نفسك على طول بتتنازلي، شايفه نفسك ممكن تكون في حته احسن من كده. عاوز اقول لك حاجه كان نفسي اقولها لك من زمان، انت زباله، ما كانش حد ممكن يرضى بيكي غيري انا. عارفه ليه؟ عشان غبي. ايه يعني حلوه؟ ما في احلى منك مليون مره. جبت لي بنت، كان ممكن اتجوز اي واحده وتجيب لي بنت واتنين وتلاته. انت نمروضه، حطيت نفسك في حتة مش ليك أبدا، أنت ولا ليك عزة عندي. جنبي جوه بدل البرد ده؟ لا، انا هنام هنا جوه حر. انا كنت عايزه اتكلم معاك. لو هتتكلمي في موضوع امك يبقى بلاش. لا، ده موضوع تاني خالص. انا هشتغل. وماله؟ كويس. هشتغل عند البيلي، شغال عنده سلامه. اه، هتشتغل عنده في الشركه؟ لا، هشتغل في الفيلا. تشتغل ايه بقى ان شاء الله؟ هتغسلي صحون ولا تمسحي البلاط؟ ده بيه محترم قوي والله يابا. وبعدين انت واصلك اللي عمله مع عليا وامها، والمرتب كمان كويس قوي. ده انا هشتغل في المطبخ مع الطباخ. والله الشغلانه حلوه. طب هقول لك حاجه، لو انا اشتغلت في اي فندق، ما انا برضه هشتغل في المطبخ مع الطباخ وهغسل صحون وهكنس الارض. الفندق حاجه والشغل في البيوت حاجه تانيه. هلا يا بنتي، وانا للدرجه دي ما عرفتش اعمل لك حاجه عشان تهيني نفسك؟ لا والله العظيم ما فيها اي اهانه. وبعدين الشغلانه حلوه قوي. طب اقول لك، تعالى معايا، ولو ما عجبكش الوضع همشي، وانا لو اشتغلت ولقيت اي حاجه غلط همشي على طول. قلت ايه؟ يا بنت المجانين، كنت بتعمل ايه يا اخويا مع البنت المسلوعه؟ بنت المسلوعه اتنين بس في الدرجتين دي؟ اللي قاعد يا اخويا تتمشى معاها من اول الحاره لغايه هنا. الله 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 الله. قولي بقى كده عشان افهم،
بتغيري عليا يا نبوية. هو انت لسه يعني واخد بالك؟ تخيلي بقى، انا حاسس ان الدنيا حر قوي. هي صراحة حر قوي، حر موت، سخن نار. ايه ده يعني؟ انا لو قلعت الجاكيت مش هتظني فيها البطالة نبوية؟ هو في احلى من البطالة؟ طب تعالي ادوقك حلاوة البطالة. يلا يا نهار اسود. يا لهوي، بقول لك ايه، ده جابر، ده جابر. جابر الله يخلع راسك، يخرب بيتك. خش جوه. طب اروح فين؟ خش جوه اتعلم تحت السرير ولا خش جوه الدولاب؟ الله يخرب بيتك، خش. اقفلي اقفلي. حبيبي ايه، راح فين؟ يا ابني مالك في ايه؟ انت عندك حد ولا ايه؟ لا ما عنديش حد. نزلت. نزلت؟ اذا كان لسه طالع من على السلم وبيلمع وزي الفل. قال نزلت ايه؟ عندك مين ياض؟ انت بتطلع على مين يا عم انت؟ مش فاهم انت دماغك فيها ايه؟ حلاوتك يا نبويه. الحمام مش هنا يا اما، بره. قومي قومي يا اختي قومي. ايوه يا عم قول. ايه بقى؟ معاك سجاره؟ معايا. تلزمك؟ تلزمني ايه؟ ياكش تولع بجاز، انا عايز اخلص منها مش عارف. طب اخلع انت وانا اخلصك. البت دي بتاعت مشاكل، اسمع مني. ماشي يا صاحبي. بقول لك ايه يا نبوية؟ انا بقى هنزل اجيب شويه سكر وشاي، مش عايز حاجه من تحت. تتحرك؟ ما تاخرش يا اخويا. انت قلت لي عايز شاي نوع ايه؟ خلاص انا هتصرف، انا اقعد اشرب انا وادوق لحد ما الاقي حاجه كويسه. ها؟ يا لهوي انت رايح فين؟ لا 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 لا، صوتك يعلى، الناس تتلم، الحاره تصحى. حلاوه النور. عيب سمعتك. يا نبويه مطلعه عين البت تميمه ومبهدله الواد جابر جوزك معاكي، اخ لو عارف. اصل الراجل لما اخذه مهما كانت خيخه، اول ما بيعرف ان مراته والعياذ بالله زيك كده بيتحول، بيقلب وحش. انت عايز ايه يا سلام؟ ولا عايز اي حاجه منك طبعا. انا بس نفسي افهم حاجه واحده، انت ايه اللي دخلك في السكه الشمال دي يا بت؟ انا زعلان من نفسي. ليه؟ ايه اللي حصل؟ ايدي عماله تشتكي وتلمني وتقول لي ازاي خليتها تعمل كده؟ بقى الوش الجميل ده يتضرب بالقلم، فعقلي قال لي بقى لازم اخد حقك. لا يا سيدي انا مسامحاك. لا ازاي بقى؟ لازم اخد لك حقك، على الطلاق هتاخد حقك. اه انت بتقولي ايه؟ انت عايزه ايدي تفضل تلمني طول الليل وما اعرفش انام؟ بقول لك ايه؟ روح نام وشد الغطا كويس عشان ما تاخدش برد. ها؟ لا بقول لك ايه؟ انا مش هيجي لي نوم الا لما اسدد اللي عليا. او انا كده بقى اعرف انام. تصبحي على خير. انت من اهل. صباح الخير يا ابراهيم. صباح الخير. تعالي. انا مش عارفه انا هعمل معاكي ايه هنا بالظبط. يا حبيبتي انت لازم تعرفي انا بقيت ايه عشان تشوفي بعينك. طب اديني شفت اهو، ممكن امشي بقى؟ لا يا حبيبتي انت لازم تشوفي المكتب اللي انا قاعده فيه. يلا. صباح الخير يا استاذه سلوى. صباح الخير يا عم عبده. يلا تشربي ايه؟ ولا انا عارفه انت بتحبي ايه. اتنين نسكافيه بلبن بسرعه لو سمحت. شفتي بقى ان انا كنت صح وان انت اللي غلط؟ ايه مالك؟ انا همشي يا سلمى. ليه؟ استني بس، ده انا كنت عايزاكي تقابلي ايهاب بيه عشان كنت عايزه اقول له شغلك معايا هنا. سلمى بتعالي عشان نخلص اجراءات التوكيل. اختي جليله. حلو قوي، زيك يا سلمى. شربت بقى حاجه ولا سلمى عملت معاكي زي ما بتعمل معانا؟ لا متشكره قوي انا شربت.
شرفت الشركة. مستنيكي بقى في المكتب. شفتي بقى الرجالة اللي بجد؟ إشي فلوس وإشي عربيات بذمتك، ده ولا فتحي بتاعك؟ تفتكري أنا لو قلت الفتحة اشتغل معاكي هنا هيرضى؟ ويرضى ده إيه؟ ده يحط جزمة في بقه ما يتكلمش خالص، يا بنت فكك منه بقى، أنا مش عارفة أنت ماسكة فيه كده ليه؟ والله العظيم بكرة تتجوزي سيد سيده. ولا متطلقة؟ يا بنت الناس اللي عندهم فلوس وفوق ما يفكروش في الكلام ده خالص، كل اللي همهم إنهم ينبسطوا، وطالما أنت داخلة دماغه يبقى ما يفكرش في الحاجات دي. اتفضل يا استاذ سالم. ميرسي يا عم عبده، ربنا يخليك. تقولي لحضرتك بحاجه تانيه؟ لا لما عاوزك هندهلك. حاضر يا فندم. انا شايفه ان ده مبلغ كويس قوي يا سمير. وانا شايف حاجه تانيه، انا مش عايزه اتعامل مع الناس دي. انا عايزه اقول لك ان ده احسن مكتب في مصر، وانا عايزه المكتب ده هو اللي يعمل ديكور الفيلا بتاعتنا. ماشي هفكر. ايه ده؟ انت مين وعايزه ايه؟ أنا جاية قبل الأستاذ سمير. إيه ده؟ عليا؟ هو أنت جيتي عليا؟ محدش قال لي يعني. شفتي بقى؟ الشغالين اللي هنا كلهم عايزين يفخروا. مين دي يا سمير؟ دي عليا. هتبقى هي مديرة الشغالين اللي هنا وسكرتيرة الخاصة إن شاء الله. طيب يا حبيبي، أنت عايز مني حاجة قبل ما أمشي؟ لا سلامتك. أنت جاي الشركة النهاردة؟ إن شاء الله ساعة وأكون عندك. طيب يا حبيبي، يلا باي. مع السلامة. اهلا يا عليا، نورتي. ان شاء الله يا رب تنبسطي عندنا هنا. على العموم انا كلمت عبد العزيز بيه ووافق على مرتبك. وبرضه انت عندك خميس وجمعه هيبقى اجازه، كويس كده؟ حلو؟ حلو الحمد لله. ها الحمد لله. اتفضلي. هوريك. انا اسف. انا اسف جدا. شفتي انا جايبك عشان الحاجات دي. الشغالين هنا بيغيروا اما اجيب لي حاجه وانا محدش يقول لي حاجه. يا محمد، محمد. نعم يا سمير. بيه لو سمحت خد عليا وري اوضتها وقول على كل حاجه. ماشي؟ حاضر يا سمير. بيه اتفضلي يا استاذ. اتفضلي يا علي. عن اذن حضرتك. نورتي. ايه ده؟ عليا؟ هلا. انت بتعملي ايه هنا؟ انا اشتغلت هنا. والنبي. اه اصل انا كمان شغاله هنا مع محمد في المطبخ. وانت هتشتغلي ايه؟ والله يا هلا انا مش عارفه لغايه دلوقتي هشتغل ايه. انت يا عليا هتبقى مسؤوله عن سمير بيه، يعني هو عنده مكتبه بيحب يقرا، انت هتقري له، تظبطي له مواعيده، لبسه، سفره. سفره؟ ايوه سمير بيه بيحب يسافر كتير، واعتقد انك هتسافري معاه. بس انا ما اقدرش اسيب ماما لوحدها. يعني انا بقول لك يعني احتياطي، هو نادر لما بياخد حد معاه، بس عشان تعملي حسابك يعني. بس مفيش بس يا عليا، سمير بيه راجل طيب جدا، ما يتخياش عن عبد العزيز بيه والده، بس هو عصبي حبتين بعد الحادثه، ما عندوش ثقه في الناس يعني. يلا يا هاله، عايزك بقى تظبطي المطبخ كده، عايزه يبرق وعيني همتك. عيني. حاضر يا حسين. ايوه. خد الانسه عليا وهي الاوضه بتاعتها. هي عليا هيبقى لها اوضه هنا؟ ايوه هيبقى لها اوضه هنا، وهتبقى المديره بتاعتك كمان. وعايزك بقى يا ست هاله تنسي ان عليا دي كانت صاحبتك ولا تعرفيها من اصله، طول ما هي شغاله هنا. ويلا بقى عايزين نخلص اللي ورانا، وبعد كده تاخدي الغدا تروح توديه لها في اوضتها. معكيش بطاقة وقلنا ماشي يا تميمة، ناس كتير ما بتطلعش بطاقة غير لما بيحتاجوا لها، لكن معكيش شهادة ميلاد ازاي؟ أنا أصلي عمري ما فكرت في الحاجات دي، من ساعة ما أبويا جوزني لجابر بيجي مرة في السنة ولا مرتين، ياخد كل اللي معايا وادي وش الضيف، ومن ساعتها بقول بقى ده همي وأنا شايلاه وساكتة. ما هو أنتِ علشان تعملي لي توكيل قضايا لازم يبقى معاكي بطاقة. هنتصرف فيها ازاي دي؟ طب بقول لك إيه، معكيش قسيمة الجواز أو صورة منها؟ اهي طول عمري شايلاها معايا، قلبي كان بيقول لي اني هحتاج لها. نصحة نصحة يا بنتي يا تميمة. ما
بس دي مش قسيمة جواز يا جماعة. لو النعمة هي دي الورقة اللي أبويا جوزني بيها. هو في إيه يا أمير؟ يا ستي دي مش قسيمة جواز. هو هنا بالظبط أبوها ماضي على العقد وفي 2 شهود، بس دي مش قسيمة جواز. أقول لك أنا، أصل تميمة اتجوزت جابر وهي قاصر، وفي الأرياف طالما البنت قاصر المأذون ما يكتبش الكتاب، فيكتبوا ورقة كده عشان يتمموا الجوازة، وبعدين لما تبلغ السن القانونية يقوم إيه يبلغوا رسمي، عشان كده تلاقي العيال عندهم 10 و11 سنة وهم لسه في أولى ابتدائي. طب ما كده المسألة اتعقدت قوي. هو أبويا فين؟ في الدكان. امسكي يا تميمة، خلي ده معاكي. بعد إذنكم. بقول لك يا عم جابر. أزيد. هو يعني الساية يلزمها تور عشان يدورها ولا ممكن تدور بموتور؟ ساية ايه موتور؟ انت مالك يا تريه؟ اصلا مؤاخذة يعني امبارح كنت بتفرج على فيلم شباب امرأة وكان في حتة تور يا عم جابر. تور ايه ده انت مبرشم ولا ايه؟ والله يخلق مش شبه 40. صباحية مباركة. تقصد ايه؟ لا يعني انا ما اقصدش حاجة، اصلك بسم الله ما شاء الله ولا العريس يوم صباحيته. طب ايه بقى ياد بشير ذو امك ده؟ ده طلعت له مدريد. الله العظيم يا جدع. جوازي خالص والدنيا قصص. انا يا حبيبي ونجوم الليل وبس. انا بكره الباشا. اهو انت يالا. انت تؤمر. عاوز حسن الجن من البن المخصوصة ولا؟ لسه زعلانة مني؟ لا بالعكس، ده انت عليك في نظر. أنا قلت كده برضه. كرة إيه في إيه مالك؟ عمال تقرب زي ما تكون في أتوبيس، ما تزيح شوية كده عني. الله؟ على فكرة بقى أنا جدع أوي أوي أوي، وكمان بقى راجل أوي أوي. عارفة، زمالك؟ زمالك بقى. خرابي خرابي. بقى أنت راجل أنت؟ تسيبني للي ما يتسمى سلامه يبهدلني كده ويقل قيمتي؟ يقل قيمتك ايه؟ ما انت مره اصلا قللت القيمه. امشي كده بدل ما تعديني بقله قيمتك دي. حلاوه كبير يا عم، انت بدل ما تعديني كمان ابعد. حرى وباء. الله العظيم. ايه؟ ايه يا عم ميلو الجن؟ ايه يا اخبارك؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام. ايه يا عم نسيلك كده؟ ركبنا الاولاد حته واحده ومدرسه واحده وصحاب. ايه؟ عشان ربنا فتح عليك يعني هتسيبنا كده ولا ايه؟ ايه يا ابني الكلام العبيط اللي انت بتقوله ده؟ يلا انت حبيبي يلا. كلام حبيبك بقى، هتسهر معايا النهارده. حاضر، هسهر معاكم النهارده. بس لازم سلامه يبقى موجود برضه عشان وحشني يا ولد. ان شاء الله هكون موجود. عن اذنك انا بقى. ايه وراك ايه؟ ما قوليش اي حاجه. يا مجنون. خدني بقى يا رب وريحني بقى بالعيشة اللي انا عايشاها دي. يا رب تاخدني بقى. تعب. ايه يا بت يا تمين؟ عماله بتدعي على نفسك كده ليه؟ لحسن تكون ابواب السماء مفتوحه ويبعت لك عزرائيل يوسف عمري. يكشي يبعت لي عزرائيل يوسف عمري وخلصني بقى من اللي انا فيه ده. يا بت بطلي الكلام الفارغ اللي انت عماله بتقوليه ده. مالك يا بت؟ هاريه نفسك من العياط ليه؟ عشان ابويا اللي ما سالش فيا. شيخ زياد بعت لي هو عمل نفسه ولا على بال، كاني ما لزموش خالص. عارفه يا ست الحاجه، انا كنت بقول يعني ان ابويا بيعمل كده علشان فقير وما معهوش وما صدق خلص من همي. لكن انا مش عايزه منه حاجه، انا كل اللي عايزاه ان هو يجي يقف لجابر عشان يعرف ان انا ليا عيله واهل ممكن تقف لي. أقول لك إيه بس؟ أنا والله العظيم كنت بنام ليالي من غير عشا وهم واخدين تعبي وشقايا وما بفتحش بقي
بنام على البلاط لما الرطوبة قطعت جدتي، وبرضه راضية بقول الحمد لله يا رب اهو سقف متويني واربع حيطان، لكن اللي ابويا بيعمله ده كتير عليا قوي، ما عدتش قادرة استحمل. ويعني انت عارفة ايه هو اللي فيه؟ مش يمكن عيان؟ اكيد انت مش هتهوني عليه، هو لو سليم وما فيهوش حاجة وما فيش حاجة هيشاه كان جه. عيان؟ صح، ممكن يكون عيان، والحجة وحشة والفقر أوحش، ده أبويا مش لاقي اللقمة ياكلها، يعني أكيد ممكن ما يتعالجش. عارفة يا بنت تميمة، أنت ربنا هيقف جنبك علشان أنت بنت أصل، لأن اللي زيك كده وفي ظروفك دي وتقلق على أبوها ربنا ما يسيبهاش أبدا. يعني مفيش أي خبر عن الراجل ده حاج؟ حد قال إنه هيجي ولا مش هيجي؟ عايزين نفهم. والله يا ابني أنا ما عارف هقول لها إيه. خلاص أنا أروح له، لازم يجي يشوف بنته اللي بيحصل لها، حرام ده. على السلام رأيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. اتفضل اتفضل اتفضل. لا 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 ده والله أبدا. تعالى تعالى خليل تعالى. ازيك يا حاج؟ تعالى. أخبارك يا خليل؟ الحمد لله. الله يكون ربنا هدى الحال كده. الحمد لله نحمده. أنا بس كنت عاوزك تيجي معايا عشان المحل اللي قلت لي عليه ونخلص في الحكاية دي. ده تؤمر يا خليل. طب بعد اذنك بقى يا حاج، انا هتكل على الله. رايح فين؟ عندي مشوار كده في جماعه اصحابي عايز اشوفهم، وبعدين هرجع على طول. هتكل على الله بس ما تاخرش. حاضر. الو مدام منى، ازاي حضرتك؟ انا الحمد لله كويسه. مراد بيه؟ لا مراد بيه زي الفل. هو في زيه؟ الله والله يا مدام، ده انا حتى رحت له البيت عشان اديله شويه ورق، لقيته قاعد بيقرا كتب كتير قوي. هو حضرتك بيذاكر ولا ايه؟ طيب تحت امر حضرتك. لا متشكره، ربنا يخليكي ربنا يخليكي، مع الف سلامه. بونجور. بسم الله الرحمن الرحيم. ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ الله يسلمك. مدام منى كانت لسه بتسال عليك، هطمنها على طول. لا لا لا، اصلها لسه مكلماني وانا قلت لها جايه في الطريق، هي بس بتطمن عليا بعمل ايه. لا عيب، ده حتى لو عايزه تعرف انا لا يمكن، حضرتك عارف يعني. برافو برافو عليك، برافو. ليه كده بس حضرتك؟ ده احنا ما لحقناش نعمل بجنيه. يا ستي احنا ما اشتغلنا، خدنا ايه يعني؟ خلينا نريح شويه. انت عارفه ان فيكي حاجه غريبه قوي؟ ايه؟ مجنونه ولا ايه؟ لا هو انا عشان بقولك فيكي حاجه غريبه تبقي مجنونه؟ لا 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 لا، عيب حضرتك، عيب يا مراد. عيب ايه؟ عيب حضرتك، انت فين وانا فين؟ لا انا فين انت فين ايه؟ بس على فكره بقى، في بالي من زمان قوي. والله ما اعرف ان انا كنت في بال حضرتك، لانه مش في بالي اصلا. لا لازم ابقى في بالك، لازم. لا 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 يا مراد بيه، لا مراد بيه، لا من فضل حضرتك، لا يا مراد بيه من فضلك. لازم تعرفي كويس قوي ان لما عاوز حاجه لازم اخدها، ولما اقول لك تعالي تبقي تيجي، فاهمه؟
جنبك، امشي امشي مش هشوف وشك هنا تاني. جرى يا فرصه فيه ايه؟ ما الحياه بنب في بنب اهو. ايه يا اخويا؟ عامل لي فيها راجل قوي، البنت وجعتك قوي، مش هي اللي جايه العوامه برجليها. في ايه بس يا مزه؟ البنت بنت حتتي، وانا مش عايزها تمشي في طريق الاكسكيوز مي ده. انت كنت هتوديني انا في داهيه لولا ان الراجل طيب عدها على خير. طب وانا؟ انت ايه؟ هاجي تاني ولا بح؟ تيجي فين بعد اللي عملته؟ هو ده شويه؟ الله، مش قلت الراجل طلع جنتل وخلاص وعدى الليله؟ عموما اللوسته لسه عايزه تشوفك. انا قلت كده برضه، قلت الحركه دي هتخش دماغها في التمام. انت نصيبك. على فكره بقى، انا هو الطيب والخير مالي قلبي، وابويا وامي ميتين. انت هتشحت؟ يلا امشي امشي وريني جمال خطواتك. ايه مش هنتغدى ولا ايه؟ تتغدى فين؟ انا مش فاتحه عبكية يا حبيبي. يلا. على فكره بقى، البان بقى يليق بيكي. يليق بيا؟ يلا يا عم. اه والله العظيم. يلا يا عم قاسم امشي امشي. بالراحه عليا. طيب خرج من الحادثه زي ما انتوا شايفينه كده، مراته وبنته راحوا، حالته كانت صعبه جدا، وخصوصا ان هو اللي كان سايق العربيه. بقول لك ايه يا هاله، ما تعملي لنا كوبايتين شاي؟ يعني هو كويس؟ متربي، ابوه مربيه احسن تربيه، ده كان قبل الحادثه زي النسمه، ما كانش يرفع عينيه فيا ابدا، عشان كده انا ما بزعلش منه ابدا، حتى لو اتعصب عليا او صدر منه كلمه كده ولا كده، لانه عارف هو اتعذب قد ايه، وان اللي فيه ده غصب عنه. عليا ايه؟ ما تستني. طب الشاي اوديه لي على اوضتي. عليا ازيك يا عم محمد؟ كويس. تحت امرك يا سمير. وين؟ ممكن لو سمحت تدخل اجيلي بدله سودا كده من الدولاب؟ هتلاقي في بدله عليها زرار كده على الشمال. عندي ميعاد مهم. حاضر، بعد اذن حضرتك. اتفضل. محمد يا محمد يا زاف. ايوه سمير بيه. انت مين؟ انا هاله. مين هاله؟ انا شغاله جديده هنا في المطبخ. محدش قال لي يعني. طيب تعرفي تعملي قهوه؟ طبعا هاله. طب لحظه، تعرفي قهوتي ايه؟ لا مؤاخذه، قهوه حضرتك ايه؟ مظبوطه وبسرعه. ايوه جيبيها الاوضه. حاضر. يلا ما تيلا. حاضر. عليا. نعم يا استاذ سمير. خرجتي البدله؟ هي على السرير. طب كويس. القهوه يا سمير بيه. ممكن تحضري الحمام؟ طي عندك. حاضر. خدمه تاني؟ لا متشكر. أي خدمة تانية يا أستاذ سمير؟ لو سمحت بس بعد ربع ساعة ارجع عشان تساعدني في اللبس. حاضر، تحت أمرك، عن إذنك. ايه مالك يا عليا؟ في حاجة مضايقاكي ولا ايه؟ قلبي مقبوض وقلقانة قوي. من ايه؟ سمير بيه مش مطمنة له خالص. يا عليا انت مش هتلاقي ناس أطيب ولا أحن من اللي موجودين في البيت هنا. ايوه بس هو مش مريح حبتين. طب تعالي وقعدي. انت
دي بنته الله يرحمها، كان عندها 6 سنين، ودي الست ايمان مواطو، كانت ست حنينه جدا وقلبها كبير، ما كانش حد يشوفها اللي كان لازم يحبها. وايه اللي حصل؟ اللي حصل ان البنت كانت عايزه تسافر الساحل، هم عندهم فيلا هناك، والمكان اللي اتقلبت فيه العربيه ما كانش فيه ناس ولا اسعاف عشان حد يلحقهم. واول ما فاق الدكاتره قالوا له انهم لو كان لحقوهم قبلها بساعه كان ممكن يبقى فيه امل. عشان كده تلاقيه دايما متضايق وعصبي ومتضايق من الناس، حاسس ان مش هو لوحده السبب في موته. هني حلوة قوي، ما خدتش بالي لغايه دلوقتي. قولي يا علي. لا انا مش علي، انا هال. امال فين علي؟ معرفش. هو حضرتك مش شربتش القهوه ليه؟ ما عجبتكش ولا ايه؟ لا انا بشربها برده. ممكن تلبسيني الجاكيت لو سمحتي؟ اه قوي قوي. بعد اذنك ايدك. ماشي ماشي تمام تمام. هعدلك بس الجاكيت. خدمة تانية؟ شكرا. طبعا إذنك. فقر ذل وحوجة يكفيك شرها، وجوع وناس ربط الحزام على بطنها. الفقر ذل وحوجة يكفيك شرها، وجوع وناس شد الحزام على بطنها. والعين بصيرة والإيد صيرة، العين بصيرة والإيد صيرة، يا مناس كتير الفقر كاسر نفسنا، يا مناس كتير الفقر كاسر نفسنا. الفقر ذل وحوجة يكفيك شرها. مالك زي ما كنت شفت عفريت؟ بقول لك ايه؟ انا مش ناقصاك، ابعد عني الزهقتي لو سمحت. اتفضل، مش عايزه اتكلم مع حد. طب بالراحه عليا يعني، فهميني. ولا بالراحه ولا مش بالراحه. اصلا انت جاي ليه؟ ده مش ميعاد شغل. اتفضل، مع السلامه، انا حافل. طب اوصلك؟ توصلني ليه؟ ها؟ توصلني ليه؟ انت فاكرني ايه؟ ها؟ فاكرني ايه؟ فاكرني بنت من الشارع تقول لها كلمتين تجري تنمي نفسها عليك؟ لا يا حبيبي، انا بنت ناس. انا بنت ناس كويسه قوي كمان ومتربيه. طب طب اهدي بس وقولي لي، انت ايه اللي مزعلك؟ انا ما حدش يقدر يزعلني، انت فاهم ولا مش فاهم؟ انا ما حدش يقدر يزعلني. سيبني لوحدي، انا مش عايز اشوف حد بقى، انا عايزه اقعد لوحدي. سيبني لوحدي. حط ايدك عليا، ما تحطش ايدك عليا. ممكن اعزمك على فنجان شاي؟ مش عايز. ليلى، ليلى انا عارف كويس ان انت بنت ناس وحد كويس ومحترم، انت احسن مني انا اصلا. ممكن تبقى لها
ممكن. باقي ما شفتي بعينيكي فتحي. انت جيت بدري يعني؟ ايه؟ كنت عايزانا بقى في الشغل ولا ايه؟ لا مش القصد. مش انت قلت انك هتتأخر النهارده؟ كنت فين يا جليلة؟ كانت معايا. ما قلتيش ليه انك هتخرجي يا جليلة؟ من امتى بتخرجي من غير ما تقولي؟ ومين بقى يا ترى اللي لبسك كده ها؟ وايه اللي انت ملخبطه بيه وشك ده؟ يا فتحي انا كنت ايه في ايه؟ هو انت فاتح لنا سين وجيم زي ما يكون عملنا عمله ولا ارتكبنا جريمه؟ ايه خرجت معايا؟ اخته خرجت مع اختها، فيها ايه؟ الدنيا اتهدت؟ انا ماليش كلام معاكي. ايه ده؟ انا بتكلم مع مراتي. انا اسفه والله يا فتحي. ليه انت بتتاسفي على ايه؟ هو انت عملتي حاجه غلط؟ ما هو ده اللي مخليه عامل فيها سي. لم نفسك يا سلمى، انا ما جيتش ناحيتك. الم نفسي؟ هو انت شايفني متبعتره؟ ايه اللي خلاك تخرجي من غير اذني يا جليله؟ شيل ايدك. انطلق. شيل ايدك. ده انت بتخرجي من غير اذني يا بنت. شيل ايدك ولا اسكت. لا يا فتحي. عمال اقول لك لم نفسك لم نفسك، انا في حدودك مفيش فايده. غرابت غراب. انت فاكره مش عارف المك ولا ايه؟ لعلمك بقى انا هنا راجل البيت، واللي اقوله هو اللي اتعمل. من النهارده مفيش خروج لا ليكي ولا ليها. ايه اقول لك بقى؟ خلاص خلاص يا فتحي. نعم نعم نعم. انت الكلام ده تقوله لحد تاني يا روحي. انت قاعد في شقتنا هنا، ده احنا لمينك، ده انت لون الشقه دي اللي مبرطع فيها، كان زمانك نايم على الرصيفه. مين اللي نايم على الرصيفه؟ خلاص خلاص. مين يا بنت اللي نايم على الرصيفه؟ انا على ربيك، 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 انا على ربيك. شوف يا جليلة، يا اما تعرفوا ان في راجل في البيت ده، يا اما كل واحد يروح لحاله. انت فاهمه؟ قولي من وشي. انت السبب، انت اللي خليتيه يعمل فينا كده. ده مين ده عشان يتحكم فينا؟ يا بنت يا بنت اسمعي كلامي، سيبيه وانا جوازك سيد سيده. اديكي شفتي انا وصلت لايه يا جليله؟ عشان خاطري يا حبيبتي سيبيه وربنا هيفرجها وتبقى ميت فل والله العظيم. يا بنت ده الفقر ما يجيبش غير الفقر، ومن جور السعيد يسعد. كفايه بقى كفايه، دماغي هتطعم، مش قادره افكر، مش عارفه اعمل ايه. انا هروح اعمل له محضر في الاسم. لا ايه ده؟ كفايه، ده ضربني لا انا مراته ولا اخته، واذا كان انت تقبلي ليه انا بقى ما بلهاش. يا جليله عشان خاطر العز مستنينا، ما تقفليش الباب يا جليله. انتي مستنيه منه ايه ولا حدختي منه ايه؟ يلا معايا يلا يلا قدامي. بس انا مش داخل دماغي الكلام ده يا عم المتر. انت كنت هتموت وتسافر، قفلت مكتبك وهجيت وقلت يا فكيك. ايه بقى اللي خلاك تسيب كل ده وترجع؟ هتصدقني يا حسني؟ قول يا مير قول، انت عمرك ما كدبت. ما قدرتش على الغربه يا صاحبي. ما قدرتش على الغربه؟ جديدة دي. والله العظيم يا حسني هذه الحقيقة. أقول لك على حاجة تانية. أنا أول ما سافرت كنت مبهور بالبلد، كنت مبهور بكل حاجة. نظافة ونظام، القانون فوق كل شيء. عارف أنت لو عملت أي حاجة غلط في البلد تلاقي راجل الشرطة طلع لك من أي حتة متعرفش طلع لك منين. يدفعك غرامة علشان عملت حاجة ممكن تأذي غيرك مش تأذيك، اللي هي ممكن حاجة في بلدنا هنا حاجة عادية جدا بنعملها كل يوم. وفجأة قلت أنا مش هاجي البلد هنا تاني. والله عيني العقل. بس مع مرور الوقت والظروف اللي حصلت في بلدنا كل حاجة اتغيرت هناك. والناس بقت تجيب سيرة مصر والمصريين بشكل مش كويس خالص. إزاي يعني مش لطيف؟ مرة كنت قاعد مع واد حسني وإحنا قاعدين مع بعض لخبط في البلد وفي المصريين وقال كلام مش حلو خالص. قمت اتنرفزت عليه والكلام شد بعض وشدنا مع بعض، من الآخر ضربته، اديته وش الحارة فجأة. يخرب بيتك، ورحلوك ولا ايه؟ تقريبا يا صاحبي. فقري؟ وايه يعني الكلمتين اتقالوا؟ في ايه يعني؟ طب ايه رايك بقى؟ انا مش طايق البلد وعايز اسافر ومش عايز ارجع لها تاني. عادي اهو. حلو قوي. كلنا ممكن نقفل من البلد ونقول الكلام ده في بلدنا عادي جدا، ولا حد هيتضايق ولا حد هيقفش عليك. بس صدقني لو انت بره وحد جاب سيره البلد بشكل مش كويس هتعمل نفس اللي انا عملته وزياده. يا سلام، الولاء والانتباه مفرتكك قوي. كلامك حلو يا ميرو. صراحة حلو. أي حد يسمعك ممكن يسقف لك. بس الحقيقة والواقع بتقول لأ.
بصراحة بقى احنا زهقنا من حب الوطن والكلام الفارغ اللي بيقوله ده. عشان تحب حد أميره لازم هو كمان يحبك. لازم يديك زي ما بتديله. ما ينفعش ياخد بس. أنت تقصد إيه بكلامك ده سعيد؟ أقصد إن أنا لو معايا فلوس وعندي واسطة كنت أخدت حقي اللي خده غيري. ما تجيش تطالبني بواجب ترتب على حق خده غيري بفلوسه. يا جماعة أنتوا ليه شايفين إن البلد هي الحكومة والسلطة؟ البلد الأرض اللي إحنا واقفين عليها. والأرض دي لازم ندافع عنها من أي حد عايز يخربها ويبوظها. إحنا ممكن نبقى مش مهمين أبداً للحكومة أو السلطة. بس مهمين أوي للأرض اللي هي بلدنا اللي إحنا واقفين عليها. يعني ممكن أنت يا حسني وأنا كمان ممكن ما نبقاش مهمين أبداً للحكومة أو السلطة. بس مهمين أوي للحارة اللي إحنا فيها. فاهمني؟ عليا النعمة أنت صح. أنا فعلاً مفيد للوطن وللحارة. ضحية مصر. أسيبك أنا بقى إيه؟ عشان عندي شغل. إيه؟ سامية مروحة؟ اه يا اخويا سامي مروحة. هو في غيرها؟ انت بتسمي ده شغل ولا ايه؟ اه شغل. ده اللي بيبيع بنجو بيقول لك انا بشتغل، واللي بيبيع حشيش يقول لك انا تاجر، واللي بيبيع مخدرات يقول لك انا بستثمر اموال. انا بقى بستثمر امكانياتي. مع سامي مروحة؟ ان شاء الله الشغلانه دي هتبقى الشغلانه رقم واحد في البلد. وانا هو انت اهو، ان ما كانتش تخش تنسيق الثانويه العامه ما بقاش حسني. سلام. ولف بينا يا سامي. دوخينا يا سامي يا حرام. هيفضل مجنون طول عمره، ربنا يهديه. المهم يا صاحبي طمنا عليك يا سلام. والله انا مش تمام. اللي جاي على قد اللي رايح. كل اللي بحلم بيه رميته ورا ظهري. الظهر ما بقاش سهل ان احلم اليومين دول. كل يوم قاعد جنب الرصيف مستني الباشا بتاعي يديني الأوامر. نفسي أبقى حر يا أخي. نفسي أحدد لنفسي اللي أنا عايزه، مش حد تاني يحدد لي. يا ابني مش الشغلانة دي أنت اللي اخترتها، هو في حد حطك فيها غصبًا عنك؟ جريات. أنت بتضحكي عليا ولا بتضحكي على نفسك؟ يا سلامة أنت خريج آداب، يعني المفروض تشتغل شغلانة محترمة مش سواق. طب ما حسني كمان خريج آداب. وإحنا الاتنين اتخرجنا في نفس السنة. الواد حسني كان هيموت ويسافر يا اخي. وانا اشتغلتها. كنت فرحان قوي. نزلت جبت لبس جديد وبتاع. جبت جزمه جديده ماركه عمري ما حلمت ان انا البسها. امال ايه؟ ما ينفعش برضه تبقى مدرس قد الدنيا ويبقى شكلك عيلة. المرتب 600 جنيه. 300 جنيه مواصلات. وال 300 التانيين اكل واشرب بيهم. اجي في اخر الشهر لا عارف ادفع ايجار ولا عارف اعمل اي حاجه خالص. العيال ما بقاش يهمها التاريخ. ده وزاره التربيه والتعليم نفسها ما يهمهاش التاريخ. التاريخ بقى عباره عن عناوين الطلبه، الدروس الخصوصيه. العيال بقت حافظه مش فاهمه. بيخشوا الامتحانات يكروا الاجابه وخلاص. عرفت بقى احنا رايحين فين؟ انت عارف العيال مسميين حصه التاريخ ايه؟ مسمينا ايه؟ حصة النميمة. ليه؟ الواد من دول يخش عليا يقول لي يا استاذ عيب 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 نجيب في ست الميتين ده شغل النسوان لا مؤاخذة. يا نهار اسود. اقول لك ايه بس يا ميرو؟ عارف يا ميرو؟ انا ابويا لما مات كان معايا 10 جنيه في جيبي. الواد حسني هو اللي لحقني. كلمتك على فكره. كنت هموت واخرج من البلد دي يا اخي. بس انت ما ردتش عليا. وصل لي يا سلام. وصل لي رسالتك. بس اقسم بالله صاحبي ما كان في ايدي اي حاجه اعملها، اقسم بالله. يا صاحبي انا مش زعلان منك. بتقسم بالله ليه؟ أنا بس كنت عايز أسمع صوتك، كنت عايزك ترد عليا، كنت عايز يا أخي أحس إن الدنيا لسه فيها أمان. أنا كمان في سفريتي دي كنت محتاج أسمع صوت أي حد صاحبي، والله يا سلامة. أنا كان في ظروف هناك زي الزفت، بس ما ينفعش أحكي عليها لحد. الحمد لله على كل شيء. الحمد لله يا صاحبي. بقول لك إيه، سيبك من الجو الغم ده، تيجي نتصالق. نتصالق؟ إزاي؟ فاكر الواد أشرف؟ أشرف مين؟ أشرف التوني. أشرف التوني؟ آه أشرف غراب. أيوه ماله؟
فتح عربية كبدة. وفين بقى؟ عالكورنيش. يا ابني كبدة ايه؟ الواد ده انا سايبه عجلاتي وكان اسمه اشرف عجلة. لا ما اتغير، بقى اسمه اشرف كبدة. يا راجل يلا بس يلا بينا على كبدة. اتفضل. كبدة. خلاص زهقت من حياتي وقرفت، انا مش عايزة اعيش تاني. ليلى في ايه كل ده؟ ايه اللي حصل؟ وانت يعني لازم تعرف اللي حصل. خلاص مش لازم. حتى لو عرفت يعني انت واي حد قاعد في المكان ده هتفهم ايه. انت كوباية القهوة اللي انت طالبها دي بنص مرتبي في الشهر. ده حصل بقى يعني ولا ايه؟ وانا عايز اعرف حاجة، هو ليه يعني ليه في ناس فوق قوي وناس مفحوصة وتحت قوي؟ عشان ربنا خلق الناس درجات يا ليلى، درجات. بس المفروض ان كل واحد فينا يحاول يبقى احسن من اليوم اللي قبله. تضحك على نفسك انت. طب ازاي؟ اعقلها انت ازاي والدنيا عماله تدوس علينا وتمطوح فينا يمين وشمال؟ ازاي؟ حتى الكبار باصين علينا زي ما تكون صراصير بيدوسوا عليها في الارض. انت مستر مراد زعلك في حاجه؟ قلت لك انا ما حدش يقدر يزعلني. ها؟ يبقى زعلك. عملي قولي يا ليلى، انا ممكن اتكلم معاه لو في اي مشكله حصلت. يعني انا عارف هو شديد شويه في الشغل، بس يعني انت مثلا عندك مشكله في العهده؟ في عهدتي بقى؟ بقول لك انا عايزه امشي، انا اتخلقت بصراحه. ايه من فضلك اهدي. وعيدك اتجننت. ليلى ليلى معلش اهدي بس، احنا لازم نتكلم. لك ايه؟ ابعد عني احسن، صوتوا لي معاك الناس. انت مش عارف انت بتعمل ايه. بالعكس انا فاهم كويس انا بعمل ايه وعايز ايه، وانا مش عايز منك اي حاجه، عايزك بس تصدقيني. ايه يا عم مالك انت صفرتني؟ مالك؟ لا تمام مفيش حاجه، ممكن بس نقعد شويه في العربيه نتكلم. تاني عربيتي انا مش هركب معاك العربيه تاني. عايز تقول حاجه قولها واحنا واقفين. انت فاكر نفسك هتتدحلب علشان تعمل حركات؟ والله العظيم ابدا. ماشي خلاص قول اللي انت عايزه واحنا واقفين. ها نعم. لا انا عايزك تصدقيني، تصدقي ان انا مش عايز منك اي حاجه غير انك تبقي كويسه. طيب وايه المقابل؟ لازم يكون في مقابل. هو في حد بيعمل حاجه اليومين دول ببلاش؟ يا ست اعتبريني فلت. ليلى انا كل الناس اللي عرفتني والله يعني قالوا عليا ان انا طيب وابن حلال، وانا والله العظيم اقسم بالله انا مش عايز منك اي حاجه، عايز انت تبقي كويسه تبقي احسن. مش عارفه ليه مصدقك، وهصدقك اكتر لو طلبت منك حاجه وعملتها لي. طبعا تحت امرك، انت اطلبي بس. عايزه اتعلم السواقه. معلش بس هو كل ده عشان تعلمي السواقه؟ حاضر. تحب امتى؟ دلوقتي حالا. طب ممكن بكره؟ ليه بقى ان شاء الله؟ معلش انا عندي مواعيد ومرتبط بيها والله العظيم دلوقتي. بكره وعد. ماشي ماشي بكره. ماشي بكره. اسمحي لي بقى اوصلك. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. صدق الله العظيم. خير يا بنتي. شيخ زياد أنا كنت عايزة أطلب منك طلب. عينين. كنت عايزه اسافر مع استاذ امير اروح اشوف ابويا. ما هو اكيد يعني ابويا عيان، مش معقول يكون عارف المرمطه والبهدله اللي انا فيها دي ويكون سايبني كده. اكيد عيان. والنبي ما تقول لا. ماشي ماشي يا تميمه، خشي نامي وصباح ارواح. ايه تاني؟ كنت يعني عايزه استاذنك انزل بقى شغلي. لا دي بقى لا. معلش يا شيخ زياد انا مش متعوده يعني على الاكل والنوم والراحه دي، عايزه انزل اشوف مصلحتي. طب انت بس اهدي كده لغايه ما نشوف لك شغلانه كويسه غير الشغلانه كنت بتشتغليها دي. طب معلش انزل اروح الشغل بتاعي لغايه اما نلاقي شغله تانيه. يا بنتي طب بقول لك ايه، تيجي ناجل الكلام في الموضوع ده
لغايه ما ترجعي من عند ابوكي. ماشي. يلا خشي نامي. فاصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه، واصحاب المشأمه ما اصحاب المشأمه. كملي، هو في حاجه مضايقاكي؟ لا ابدا، انا مبسوطه ان انا قاعده معاك. امال انا حاسس انك انت مش مبسوطه خالص. لا خالص يا سمير، ما تقولش كده. انا اسعد وقت في حياتي هو الوقت اللي انا بقضيه معاك. على فكره انا لغيت اتفاقي مع مكتب ديكور، عايزك تشوفي مكتب تاني. هو انت برضو نفذت اللي في دماغك؟ هو انا مش قلت لك لنا مرتاحه مع المكتب ده يا سمير؟ وانا مش مرتاح عشان انا اتناقش معاهم في الالوان، قلت لهم ما بيفهموش، ما عندهمش ذوق. انا عايز اعرف حاجه واحده، هيفرق معاك ايه ده ولا ده ولا ده؟ هو مين اللي مرتاح ولا مين اللي هيشوف المكان، انا ولا انت؟ معاك حق. سمير سمير، هو انت زعلت مني؟ انا مش قصدي يا حبيبي، انا قصدي ان انا العروسه وان انا اللي من حقي اختار. خلاص انا قلت لك معاكي حق. خلاص بس مش كنتي تقولي انك هتشتغلي عند عبد العزيز بيه؟ تقصدي ايه؟ يعني كان من الاصول ان انت تقولي لسلامه برضه. انا كنت هقول لسلامه، وبعدين فكرت لقيت ان هو عمل لي خدمه لامي قبل كده، فقلت خلاص بقى، هو لو عبد العزيز بيه عايز يشغلني هيشغلني. صحيح، بس تصدقي يا بت، انا عمري ما جه في بالي، عمري ما جه في بالي ان انا وانت نشتغل في مكان واحد. انا اتبسطت قوي يا هاله، قلت اهو نونس بعض. او النبي نونس بعض بلا زهق يا شيخه. بس عارفه الواد سمير بيه ده طلع جدع قوي، يعني انه صعبان عليا، لو كان بس مفتح. يلا الله يصبره يا رب يا اختي. يلا صباح على خير. صباح على خير يا قمر. تكليله ملزقه. ماما ماما، ايه اللي منامك في البرد ده؟ اكيد لسه ما اكلتيش كمان. يا حبيبتي، معقول اكل من غيرك يا حبيبتي؟ ده انا كنت النهارده عايزه اتصل بيكي، بس قلت بقى لا، ده اول يوم مش معقول اقلقك. طب انا هقوم احضر لك الاكل. تعالي هنا، انت شكلك كده متضايق من حاجه، في حد ضايقك؟ مفيش يا ماما، بس حسيت اني حسيتي؟ قولي يا حبيبتي، طلعي اللي في قلبك، في ايه؟ حسيت اني خدامه. خدامه؟ لا لا، انت الشغل ده مش هتروحي من بكره. لا هروح. لا مش هتروح. لا لازم اروح، لان احنا محتاجين الفلوس يا ماما، وانا مش هرجع لشغلانتي الاولانيه دي تاني. واذا كنت كده خدامه او كده خدامه، يبقى اللي انا فيه احسن. اقول لك، انت هتروحي الشغل يا عليا عشان انت مش خدامه، انت بتجري على اكل عيشك، بتجري على لقمه حلال، والحمد لله ربنا اكرمنا وادانا شغله كويسه عند ناس محترمين، ناس يعرفوا ربنا. هم خدمونا لما دفعونا فلوس المستشفى، يبقى احنا نعمل ايه؟ نخدمهم بعينينا ونمد لهم ايدينا، علشان الشغل لا عيب ولا حرام. حضرتك ليه بتحلي وتخففي المرار اللي احنا فيه؟ وماله؟ وهي الدنيا ايه غير شويه اعذار بنقولها لبعض؟ عارفه يا عليا، احنا عايشين في الدنيا دي محدش عارف مين اللي هيروح قبل التاني، يجعل يومي قبل يومك يا حبيبتي. بس نعمل ايه بقى؟ لازم نعافر فيها ونحارب فيه علشان ما نحتاجش لحد ولا حد يهنا. عارفه يا عليا، اللي يعيش في الدنيا دي مش محتاج لحد، يبقى مالك الدنيا وما فيها، وده عمره ما بيحصل. ريحي بالك وروقي دماغك يا حبيبتي. طب انا هقول لك على حاجه انت اول مره تسمعيها. انا وابوكي زمان كنا لما نبقى متضايقين كده نعمل ايه؟ نفتح الراديو ونجيب اذاعه الست، ونقعد ونسرح معاه ونسمع ونقول قولي يا بت معاه. وصفولي الصد، لقيته خيال وكلام في الحب، كلام في الحب يا دوب يا دوب يا بنت قولي. لا يحزك يا عليا يا حبيبتي.
ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي. وهم الناس يعني اللي عايشين في عز يفرقوا عنك في ايه؟ ولا احلى منك في ايه؟ النبي قمر. سوكا خلي بالك من العربية. يعني سلامة ده مش كان يبقى غني حبتين؟ ولا أنا الفقر بيجري ورايا بالمشوار؟ والله يا بنتي هلا أنت تستاهلي أحسن من سلامة ده 100 مرة. يا سلام يا سلام لو سمير بيه ده كان بيشوف والنبي ما كان سابك هنقول إيه؟ فقري فقري. وليه الفقري فقري؟ ليه ما يغتنيش ويبقى أحسن؟ يعني هما كل الأغنياء اتولدوا كده. والنبي بكرة تروق وتحلى يا هلول. عامله في نفسك ده شواكيش يا عليا شواكيش طالعه نازله في نافوخي دماغي هينفجر خلاص تعالي 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 يا دماغي مالك يا بنت بتلوي كده ليه تعبانه ومقهوره ومش عارفه اعمل ايه ايه اللي حصل لا يتقلي ولا يضحك يا اختي لا يتقلي ولا يضحك طب قولي في ايه؟ الراجل النايس كان عايز يبوسني ايه ده ايه ده استني استني احكي مين ده؟ مراد زفت جزمونة طين بصراحة بت انت مزقة والراجل عنده حق مزوداها حبتين معاه مزوداها حبتين؟ بقولك ايه؟ انا مش ناقصة نورتك طب وايه اللي تعبك برضه مش فاهمة؟ قصدي انا ضربته بالقلم عادي عادي؟ ضربت صاحب الشغل بالقلم هروح الشغل ازاي انا بقى؟ هو قالك ما تجيش؟ لا طب خلاص هو عارف انه غلطان لما تيجي مراته من السفر وتسأل عليكي مش هيقدر يقول لها حاجة لأنها لو سألتك هتقولي لها اللي حصل فهيخاف عشان هتطين عيشته هتصدقي صح هتطين عيشته صاحبة مش عارفة مالك يا اختي انت ممكن تديتي له بوسة على الأقل كان يتفكر اللي حصل عليك وتتجوزي بعديها بقول لك انت هتشتغليني ولا ايه؟ لا لا والله مش هشتغل بس انا عايزة اقول لك حاجة احنا مش هنفضل نقف عند كل حاجة يا ليلى ما احنا ياما بنشوف في الدنيا ايه المشكلة يعني لو خدنا على كل حاجة مش هنخرج من بيوتنا حكم يا بت بتقولي حكم تصدقي بالله؟ أو النبي يا أنتي صح. ما أنتي كويسة أهو، مالك بقى؟ سلطنتيني. يا بنتي يا بنتي يا بنتي